بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا عدة موضوعات مهمة مرتبطة بما يحدث في مصر هذه الأيام. عندنا موضوع كبير مرتبط بنقاطع أو لا نقاطع المعارضة والمقاطعة. عندنا موضوع تاني مهم مرتبط بالدستور والدستورية، وعندنا قضايا أخرى مهمة أبطالها العنف أو أبطالها الناس اللي بيعملوا العنف في الشارع. خلينا نبدأ بالموضوع الأول، المقاطعة أو لا مقاطعة، المعارضة والمقاطعة. خلينا نقول هو إيه المنطق الحاكم لفكر من يريدون أن يقاطعوا، وإيه المنطق الحاكم لفكر من يريدون للمعارضة أن تشارك بدلا من المقاطعة. في حاجة اسمها السلطة، في حاجة اسمها الشرعية. السلطة هي القدرة على اتخاذ القرار وبالتالي توجيه البلاد في اتجاه دون آخر. يعني لما بنقول سلطة التشريع، معنى ان من حق فئة معينة انها تصدر تشريعات ملزمة لبقية المجتمع. يبقى السلطة هي القدرة على اتخاذ قرارات ترتبط بتحديد من يحصل على ماذا، كيف ومتى ولماذا، مين يكون في البرلمان ومين ما يكونش في البرلمان، مين يكون عضو مجلس نواب ومين ما يكونش عضو مجلس نواب. وبعد ما يلتئم أو يجتمع أعضاء مجلس النواب بيتخذوا قرارات من قبيل مين يحصل على أنهي قطعة أرض، مش قطعة أرض محددة، لكن بيحط قواعد عامة. القواعد العامة دي ممكن تكون عادلة وممكن تكون ظالمة. لما بيغيروا قانون الثانوية العامة يبقى هو بيحدد مين يحصل على ايه، متى وكيف ولماذا، لما بيوقع على اتفاقية، لما بيمرر قانون له علاقة بمنظمات المجتمع المدني، لما بيفرض ضرائب جديدة او يقلل الضرائب القائمة. كل دي قرارات مرتبطة بالسلطة. لكن في مفهوم اخر وهو مفهوم الشرعي، هو قبول بقى هذه القرارات باعتبار انها تأتي الينا من جهة او من اشخاص لهم ولاية حقيقية علينا، اللي هو من الاخر ليهم صفه، ليهم اعتبار، ليهم اهميه. يقول لك ايه شرعيتك؟ يعني بصفتك ايه بتتخذ هذا القرار؟ على اساس ايه؟ هو انت ولي امري؟ طبعا لو السلطه شرعيه يبقى سلطه اتخاذ القرار موجود معها الحق في اتخاذ القرار، وبالتالي تسلمنا بان من يحكمنا يمثلنا ويعمل من اجل مصلحتنا. طب المعارضه شايفه الموضوع ازاي؟ تحديدا جبهه الانقاذ. جبهة الإنقاذ بتقول المقاطعة ربما تزود سلطة من هم في السلطة إلا هو حزب الحرية والعدالة، بمعنى هتديله عدد أكبر من المقاعد داخل مجلس النواب لأن المعارضة تنسحب، لكن مش هتديله الشرعية. يبقى المقاطعة هتعني سلطة أكبر لكن شرعية أقل. وجهة نظر الناس اللي بتنصح جبهة الإنقاذ إنها تشارك بتقول لها لا، الإخوان مش محتاجين مزيد من الشرعية لأنهم بالفعل اوريدي عندهم شرعية الرئيس المنتخب وعندهم شرعية الأغلبية أو شرعية المجلس الشورى اللي بقوة الدستور أصبح من حقه أنه يمارس التشريع لمدة سنة، وبالتالي هم مش ناقصين شرعية بالمعنى ده. المعضلة الآن هي السلطة، وبالتالي لو شاركت جبهة الإنقاذ هتقلل السلطة اللي موجودة عند الإخوان، وإن كانت من ناحية تانية هتزود شرعية اللي معاه الأغلبية. طبعا السؤال بيكون طيب سلطة أكبر وشرعية أقل ولا شرعية أقل وسلطة أكبر؟ قراءتي المتواضعة إنه قرار المقاطعة ما هوش قرار حصيف لأكتر من سبب. أولا شعبية الإخوان في هذه المرحلة تكاد تكون في أضعف مكانة عليه في تاريخها كله. ليه؟ لأنه المرة دي تراجع الشرعية مش مرتبط بحملات إعلامية سلبية مكثفة وموجهة ضدهم باعتبارهم إرهابيين ولا باعتبارهم عملاء لدول أجنبية والآخر، وإنما باعتبارهم غير أكفاء، بل كمان باعتبارهم أو باعتبار رئيسهم اللي هو الدكتور مرسي أو الرئيس مصر اللي جاي من عندهم وعد كثيرا وأوفى قليلا، وبالتالي فقد جزءا
لا بأس به من شرعيته عند أولئك الذين كانوا يتعاملون معه ومع جماعة الإخوان بمنطق يلا نجرب. تاريخيا جربنا الملكية والأرستقراطية والرأسمالية قبل 52، جربنا الاشتراكية والعسكرترية أو الحكم العسكري والتوجه نحو الوحدة العربية في عهد الرئيس عبد الناصر، جربنا شبه الديمقراطية رغم أنها كانت ديمقراطية شكلية في أواخر عهد الرئيس سادات وعهد الرئيس مبارك، وابتدينا نسترجع أو نعود مرة أخرى لصيغة أقرب إلى الصيغة الرأسمالية، لكن استمر الحكم العسكرتاري أو الحكم العسكري. وبالتالي في ناس كتيرة أدت صوتها للإخوان بمنطق نجربهم نشوف. لو كان في من دلالة لانتخابات اتحادات الطلاب الجامعية، فالدلالة دي بتقول إنه في تراجع حقيقي بيترجم في شكل أصوات سلبية، أصوات اعتراضية، أصوات عقابية ضد الإخوان المسلمين وضد من يؤيده. فرقم واحد فرصة كبيرة للمعارضين إن هم يستفيدوا من هذا التراجع الحاد في شعبية الإخوان بإن هم يحققوا أكبر عدد ممكن من المقاعد في مجلس النواب. ده واحد. اتنين، طبيعة السلطة إنها تحب أن تنتشر وأن تتوغل. في حضراتكم المقولة الشهيرة بتاعت لورد أكتون، والسلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. مية كده بتنزل في طال حضراتكم في الشقة عندكم بكمية كبيرة هتدخل في كل مكان، مش هتسيب خرم إبرة، مش هتحاول إنها تدخل فيه، طبيعتها كده. السلطة لها نفس خصائص مثل هذه النوعية من السوائل، إنها تحب أن تنتشر وتتواغل، تحب إنها تسيطر. وقلت حضراتكم قبل من كده مفهوم اللي مهم اللي استخدمه واحد اسمه جرامشي، فكرة الهيمنة الثقافية. ده اللي حاول الرئيس عبد الناصر يعمله. افتكر حضراتكم في عهد الرئيس عبد الناصر كانت الأغاني بتقول يا عديم الاشتراكية، لأنه كانت فكرة الاشتراكية هي الفكرة السائدة. أي حد تاني كان بيعادي الاشتراكية آنذاك كان بيعتبر إنه خارج عن الإجماع الوطني وعميل ومن القوى الرجعية وضد تحالف قوى الشعب العاملة. هذا ليس استثناء. لو أنت تركت لأي حاكم يساري ليبرالي إسلامي ناصري مساحة كبيرة من حرية الحركة هيملاها وهيسعى إنه يسيطر على كل مقاعد السلطة، ومن السلطة إلى الحكومة ومن الحكومة إلى الدولة ومن الدولة إلى المجتمع، لأن هو بيعتقد يقينا إنه منهجه ومذهبه ورؤيته للحياة هي الرؤية الأفضل. امال ايه اللي بيمنع القوى السياسيه المختلفه انها تعمل ده؟ ان يكون في قوه موازنه لها. جيمس ماديسون الرئيس الرابع للولايات المتحده الامريكيه ليه عباره مهمه بيقول فيها الريبوبليك او الجمهوريه، اللي هو بالنسبه له ساعتها كان ديمقراطيه بمعاييرنا احنا النهارده، وكان نظرتهم في القرن ال 18 للديمقراطيه انها حكم الدهماء، فكانوا بينتقدوها وكانوا بيفضلوا حاجه كانوا بيسموها الجمهوريه. فبيقول الجمهوريه قائمه على فكرة أن الطموح لابد أن يقابله ويوازنه طموح آخر، اللي هو ambition should be made to counter ambition. كأنه القهر لابد أن يقهر القهر، قهر متبادل، إكراه متبادل، في حد عنده القدرة أن يوقف حد تاني. تخيلوا كده حضراتكم لو الفرنسويين ولا الأمريكان ولا الألمان ولا اليابانيين ولا الهنود بقى بيحكمهم طول الوقت حزب واحد، مهما كان عندهم من نبل أخلاق، لكن في النهاية هنعكس لرغبة، بل رغبة وقدرة حقيقية على السيطرة. وعلى هذا الأساس فكرة المقاطعة هي بتدي مساحة أكبر، بتفضي الساحة، بتفضي الملعب لمن يريد أن يسيطر على مقاليد السلطة. في مشكلة ثالثة بتواجه من سيقاطعون من جبهة الإنقاذ، وهي مشكلة أن المعارضة ستأتي للإخوان إن حصلوا على الأكثرية من يمينهم وليس من يسارهم، وهذا خطر كبير. بعبارة أخرى هنواجه بأنه تحالف مثلا بيقوده الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أو تحالف آخر بيقوده حزب النور، بيكونوا هم المعارضة الرئيسية للإخوان. ولأن الإخوان عندهم نزعة كبيرة نحو البراجماتية والمرونة ومحاولة توفيق الأوضاع و البحث عن توافقات، فأغلب الظن أنهم سوف يتماهون في اتجاه المزيد من التشدد
علشان يواكبوا أولئك الذين يعارضونهم من على يمينهم، وهذا ليس في مصلحة مصر وليس في مصلحة المعارضة، لأن المعارضة بهذا المعنى لن تجد لها حتى فضاء تتحرك فيه. القضية مش هيكون إنك أنت بتتحرك في فضاء مدني يعارضك فيه من هم في السلطة، لا، حتى المجال المدني ده نفسه ممكن يواجه عقوبات أو آسف عقبات تجعلك ما انتش قادر تتحرك فيه، لأنك انسحبت. وأغلب الظن لو انسحبت المعارضة سيكون الدكتور مرسي ومعه الحكومة ومعه القضاة سيحرصون على أن تكون الانتخابات بأنزه ما يمكن، بسبب أن هيكون في رقابة دولية، فيجي شهادة صلاحية عالمية خدته الأيزو في الانتخابات، وبالتالي اللي بيعارض ليه؟ أنت بتعارض علشان أنت عارف أنك لو دخلت الانتخابات هتخسر، وبالتالي قررت أنك تدخلهاش. ده عامل زي اللي قرر أنه ما يدخلش الامتحان، ما نقدرش ساعتها نلوم المدرس انه حط الامتحان والطالب اللي اختار انه ما يدخلش الامتحان ما دخلوش، ده هتبقى غلطتك انت. افتكروا حضراتكم كمان، وللنقطة الرابعة، انه كتير بيقول في انتخابات 2010 احنا نجحنا في ان احنا ننزع الشرعية من الحزب الوطني لما انسحبنا، بس خلينا نفتكر انه الانسحاب حصل بعد ما تم تسجيل حوادث للتزوير، وبالتالي اقمتم الحجة على من زور وأثبتتم بالأدلة القاطعة على أن التزوير كان هو السبب، مش الخوف من الرسوب في الامتحان أو الإخفاق في الانتخابات، وإنما كان التزوير هو السبب، ودي غير دي. وأفتكر أن أنا قلت لحضراتكم في مرة سابقة إحدى الدراسات عملتها بروكينجز إنستيتيوت ورصدت فيها عدد مرات المقاطعة من سنة 91 لسنة 2009، وقالت انها كانت 171 حاله. لم تنجح المعارضه المقاطعه الا في 4% فقط من الحالات، وفي شروط استثنائيه جدا. عشان كده كان عنوان التقرير اللي انا بقول لحضراتكم عليه اسمه Threaten and Participate، هدد وشارك. هدد علشان تحقق اكبر قدر ممكن من ضمانات ان تكون الانتخابات نزيهه، انما ساعه المشاركه شارك، لانه اي مساحه انت بتتركها هي هتتملي بالضروره من قبل الاخرين. وهذه البلد، لان احنا جميعا اهلها، حتى العقلاء من التيار الديني هتلاقيهم بيقولوا نفس الكلام، الافضل ان نكون جميعا داخل مؤسسات الدوله افضل من ان يكون بعضنا داخل المؤسسات وبعضنا خارجها. وعلى هذا الاساس ينتهي بنا الحال في حالة من الثورة الدائمة والمستمرة، اللي هتكون أقرب لمن ركب سفينة ولا يعرف ولا تتوفر له فرص الوصول لمقعد القيادة فيقرر أنه يغرقها. ليس هذا من مصلحة أي حد فينا. حاجة من إني النقطة الثانية، وهي المرتبطة بالدستور والدستورية. خبر جيد أنه محكمة القضاء الإداري أجبرت رئيس الجمهورية ومجلس الشورى على إعادة القانون مرة أخرى، قانون تنظيم انتخابات مجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية العليا. هذه أمور لا يوجد فيها مجال للعبث، هذه أمور لابد أن تحسم وبشدة. أخطر ما في المرحلة التي نمر بها أنها هي مرحلة إرساء العرف الدستوري الذي يأتي بعد الدستور. دستور وثيقة، نص مكتوب لا يفسر ذاته بذاته، وإنما من يفسره هم من يحولونه من كلمات مكتوبة على نحو إجمالي في الدستور إلى قوانين تشريعات تراقب من قبل المحكمة الدستورية العليا. بصفتي كنت أحد الأعضاء في الجمعية التأسيسية، تذكر جيدا أنه كان هناك حرص شديد من قبل نسبة لا بأس بها من الأعضاء على أن تكون العملية الانتخابية لأقصى درجة في يد القضاء وليست في يد من معه الأغلبية في السلطة التشريعية. بعبارة أخرى، اللي يحط قواعد اللعبة
لا الاهلي ولا الزمالك ولا الترسانه ولا المقاولين ولا الاتحاد ولا المصري ولا الاسماعيلي، وانما اتحاد الكوره. مين اتحاد الكوره في حالتنا؟ هو القضاء. وعلى هذا الاساس قيل انه بعد ما ينتهي مجلس الشورى، ونفس الكلام لاحقا بعد ما يبقى عندنا مجلس نواب، من اي تعديلات على قانون انتخابات او اي انتخابات سواء محليات او سلطه تشريعيه بمجلسيها او الرئاسه، لابد ان تذهب هذه مشروعات القوانين او التعديلات للمحكمه الدستوريه العليا. المحكمه الدستوريه العليا ستراجعها وستقدم تقريرا قرارا تقول فيه كي يكون هذا المشروع القانون دستوريا فلابد من الوفاء بكذا وكذا وكذا وكذا. وعلى السلطة المصدرة للتشريع اللي هو في حالتنا مجلس الشورى، عليها أن تعمل بمقتضى قرار المحكمة، بمقتضى القرار. تذكر آنذاك كان هناك جدل، نقول بمقتضى قرار المحكمة ولا بمنطوق قرار المحكمة. الجدل وصلنا منه أنه لو قلنا أنه نص قرار أو منطوق قرار المحكمة، إذن فقد أعطينا المحكمة السلطة التشريعية، لأنها هي لا تشرع، هتديك نص أنت هتحطه زي ما هو. وإنما الأولى إن نقول بمقتضى القرار، ويترك للسلطة التشريعية لمجلس الشورى في حالتنا إنها تشوف المقتضى ده كيف يترجم إلى مواد في القانون، ولكن دون أن يكون الفيصل في النهاية، على الأقل هذا ما فهمته، أن يكون الفيصل في النهاية هو المجلس التشريعي، وإنما الفيصل في النهاية هو المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى. وإلا نكون قد أعطينا لطرف مع الأغلبية في اتحاد الكورة إنه يقرر لبقية اللاعبين. لا، اتحاد الكورة لابد أن يظل جهة محايدة. صحيح ممكن يكون في تمثيل لبعض الأندية، لكن في النهاية هو لابد أن يشرع وفقا للقواعد التي تضمن نزاهة وتكافؤ الفرص، نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين. إذن أحسن القضاء الإداري حينما أمر بوقف الانتخابات، وحينما أحال مشروع القانون، أو الحقيقة القانون وليس مشروع القانون، أحال القانون لأنه قد صدر بالفعل من رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا، لأنها وفقا للدستور هي الجهة المخولة بالرقابة السابقة. وبالتالي على المحكمة أن تصدر قرارا آخر تقول فيه إن كان هذا القانون بصيغته تلك قانونا دستوريا من وجهة نظرها أم لا. إن قالت إنه دستوري، فهذا يعني بالضرورة أنها قد غلت يدها عن أن تقوم بالرقابة اللاحقة على القانون، لأنه انتهت، هي قالت كلمتها الآن قبل بداية المباراة. أما وقد لعبت المباراة فلا يصلح لها أن تأتي بعد أن لعبت المباراة لتقول لقد أخطأنا في كذا وكذا وكذا، لأنها هي التي أقرت القوانين ابتداء. وهذا ما فهمته، أو هذا ما قصدته كأحد أولئك الذين كانوا في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، أن يكون للمحكمة الدستورية العليا الكلمة الفصل فيما يتعلق بقواعد اللعبة الانتخابية. ليس هذا فقط، وإنما زي ما حصل انه يكون للقضاء الاداري دور في مراقبه والفصل في المنازعات في حاله وجود تحفظات او حاله وجود خلافات بشان اي قرار يصدر من المفوضيه الوطنيه للانتخابات. المفوضيه الوطنيه للانتخابات هي جهه قضائيه اخرى تتشكل لاحقا، ان لم تتشكل حتى الان، ستتشكل لاحقا من القضاء دائما. طبعا ما لم نعدل الدستور، واتمنى انه احنا حتى لو عدلنا الدستور لا نعدل هذه الماده. هذه الماده تعطي القضاء، وهي الجهه التي نعتبرها الاكثر نزاهه والاقل انحيازا سياسيا في مصر، الحق في ان تشرف على الانتخابات. وبعد ان تشرف على الانتخابات سيصدر منها قرارات. هذه القرارات يمكن أن يطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا. وبعد أن يدخل النواب إلى مجلس النواب بعد أن ينتخبوا، فمن حق كل مرشح
لم يفز في الانتخابات أن يرفع قضية بالأدلة والبراهين والقرائن ضد من فاز في الانتخابات إذا كان قد خالف قانون الانتخابات اللي احنا كنا بنتكلم عنه، أو خالف القواعد اللي بتضعها اللجنة العليا للانتخابات. استخدم مال أكتر مما ينبغي، استخدم دور العبادة، زور، لم يحترم الصمت الانتخابي إلى آخره. طبعا محكمة النقد هنا ستكون هي الجهة التي تفصل في هذا الأمر. ليه؟ علشان نضمن مرة أخرى أنه القضاء هو الذي يسيطر على العملية برمتها، وهذا كان حلما والحمد لله رأيناه بأعيننا. المهم أن نلتزم، المهم أن نلتزم. وحينما تأتي المسألة بقضية الالتزام، نحن نواجه معضلة، معضلة الشيزوفرينيا، معضلة الفصام، أن الإنسان يمارس شيئا من الانتهازية السياسية، أو أنه حسن نية بسوء نية مش عارف، يبقى ليه في الرأي الواحد 10 آراء وبيغيرهم على حسب المصلحة. تلاقي حضراتكم بعض الناس تشتم وتسب الدستور، الدستور الباطل، الدستور الفاشل، الدستور الطائفي، الدستور الذي دبر بليل، الدستور المشوه، الدستور كذا وكذا وكذا. تلاقي نفس هؤلاء الأشخاص ساعة الزنقة يقول لك احنا عايزين نطبق الدستور، وبعد ما يخلص مطالبته بتطبيق الدستور يرجع يشتمه تاني. أتفهم إن يكون لك تحفظ على مادة أو اتنين أو تلاتة، ده موجود في كل الدنيا. روبرت دال يعني DAHL قديس دراسات الديمقراطية في أمريكا له كتاب لطيف How Democratic is the American Constitution، ما لأي مدى الدستور الأمريكي دستور ديمقراطي. بعد ما ناقشه وانتقده ووجه إليه ما رأى من انتقادات، لكن في النهاية في الخاتمة ستجده يقول هذا دستوري، هذا دستورنا، علينا أن نحترمه، علينا أن نحترم الآلية التي وضعها لتعديله. كده نقدر نعيش في مجتمع صحي، مجتمع قادر على أنه يحقق أولوياته أو يحقق أهدافه بشيء من التراكم. مش كل ما نبني عمارة أو هنبدأ في بناء عمارة نروح حدينها ونبدأ من أول وجديد. فجأة لطيفة تلاقي مثلا أحد الأصدقاء وهو صديق يعني محامي مسيحي شهير كان من المعارضين بشدة للدستور، وأنا يعني ليش أي مشكلة مع ده، إنما فوجئت بيه من حوالي أسبوع في التلفزيون خارج بيقول كان في مشكلة لها علاقة بكنيسة في شبرا، لكن نحن نطالب بتطبيق الدستور اللي بيدي الحق للمسيحيين في إن هم يبنوا كنائسهم. هو ده نفسه الدستور الطائفي الباطل اللي كذا؟ لقيت بعض الناس بتهاجم بشدة الدستور، ويقولك نحن نريد تطبيق الدستور فيما يتعلق بتعيين النائب العام، النائب العام يعين وفقا لهذا الدستور، مش ده نفس الدستور الباطل الشائع البائع المائع الكلام بيتقال عنه ده؟ يقولك احنا عايزين عشان هيئة القضاء الأعلى أو مجلس الأعلى للقضاء هو اللي هيعينه. بص تلاقي حضراتكم لما جينا في المحكمة الدستورية والرقابة السابقة على الدستور، لقينا ناس كتيرة جدا من اللي كانت بتنتقد الدستور لك احنا محتاجين نطبق الدستور ونلتزم بالدستور ونلتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا. حتى محكمة القضاء الإداري يقول لك محكمة القضاء الإداري لقد طبقت صحيح الدستور. دي مش نفس الناس اللي كانت بتشتم في الدستور وتقول كذا وكذا وكذا. لا حضراتكم لما بيحصل إهانات لمواطنين أو سحلة أو ضرب أو دهس او اهانه من اي نوع، يرجع يقول لك الماده 33 من الدستور بتقول انه لا يجوز لا اهانه ولا ضرب ولا شتم ولا سب ولا ازدراء اي مواطن من المواطنين، وكلها جرائم لا تسقط بالتقادم. طيب يعني احنا محتاجين بقى شويه عدل مع بعض. يعني اذا هذا الدستور اللي بيوصف بكل هذه الاوصاف السلبيه ساعه الجد احنا بنرجع له ونستخدمه. اذا هي معركه سياسيه، احنا ورا السلطه مش ورا الوطن. احنا ورا ليه يخلي شكلنا كويس ويخلي جماهيرنا تسقف لنا، مش ورا الصالح العام. طبعا مره تانية احنا ما عنديش ادنى مشكله انك تعارض الدستور وتزعل من الدستور، بس في فرق ما بين انك تتعامل معاه على انه وثيقه دبرت بليل لاغتصاب الوطن. طب يعني من اجل اغتصاب الوطن، طب انت ليه بتستخدمه دلوقتي وليه بتدافع عنه فجاه لما يكون في مصلحتك وتهاجمه لما يكون مش في مصلحتك؟ لا، عايز تقول على اللي عندي تحفظات في المادة كذا وكذا وكذا، طبعا وارد للغاية، انما
ان البعض يصل يقول لك هذا الدستور غير دستوري، يقول لك لا يوجد ماده واحده دستوريه. افتكر ليا صديق برضو يعني رئيس او يبشال في صحيفه شهيره مرفوعه عليه قضايا كتيره جدا، فان احد زملائه بيقول كان قدامي يعني بيقول له ده هقفل لك الجرنان يا فلان، قال له لا وفقا للدستور لا يجوز انك تقفل الجرنان الا بحكم قضائي. فقلت له كنت فاكر انت ضد الدستور، ده انت عملت عليه يعني هجمه شرسه لاقصى درجه. قال لك لا ده الموضوع ده موضوع، ده اكل عيش. الحاجه الاولانيه دي هجوم على الدستور ده اكل عيش. واضح ان احنا بناكل عيش على حساب البلد، ناكل عيش على حساب الناس اللي ما بتاكلش عيش ومش لاقي عيش. انا قلقان ان احنا في ساحه سياسيه الصالح العام فيها غائب وبيتراجع من اجل مصالح ضيقه. كلنا لازم نكون حوالين الوطن مش حوالين السلطه. لو امكن يبقى عظيم ويبقى خدنا خطوه في الاتجاه الصحيح. هذا ما امكن ايراده وتيسر اعداده وقدر الله لي قوله. نشوف حضراتكم على خير في حلقه قادمه ان شاء الله.